إذن انتهاكات الحوثيين لم تقتصر على البر بل طالت البحر أيضا. سلسلة من الانتهاكات تهدف لتهديد حركة الملاحة البحرية، كان آخرها اختطاف سفينة شحن قبالة الحديدة. المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي أكد بتعرض سفينة الشحن روابي إلى قرصنة واختطاف بالسطو المسلح من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية قبالة الحديدة. أوضح المالكي أن سفينة الشحن روابي ترفع علم الإمارات وكانت تقوم بمهمة بحرية من جزيرة سقطرى إلى ميناء جازان، وأن السفينة تحمل على متنها كامل المعدات الميدانية الخاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني بالجزيرة بعد انتهاء مهمته وإنشاء مستشفى بالجزيرة. التحالف أكد أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع القرصنة الحوثية للسفينة بما فيها استخدام القوة إذا اقتضى الأمر، خاصة وأن عملية القرصنة هذه من قبل الحوثيين تمثل تهديدا حقيقيا على حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.